لا 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 تريد وصافي يا ابو قلب الصافي لا 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 تريد وصافي يا ابو قلب الصافي شاملي فوق الجيد احضر يا عين التقليد شاملي فوق الجيد احضر يا عين التقليد نين تراني ودافي نين تراني ودافي نين تراني ودافي يا ابو فارس وينك يا ابو فارس يا فارس الفوارس يا عمي يا ابو فارس يا فارس الفوارس خليني بيدك وايس خليني بيدك وايس سبحة وسل الحيران سبحة وسل الحيران سبحة وسل الحيران تعال ولا ايش حصل السكر يا جاي مرق ضقته صيف وشتا تحملته يا جاي مرق ضقته صيف وشتا تحملته تالير فيك بعته شربت صبغ مريان شربت صبغ مريان شربت صبغ ابو فارس انقل شربت صبغ مريان شربت صبغ مريان شربت صبغ مريان هسه شلون يا جماعة؟ أم فارس فرحانة بنجاح ابنها بلي والمولود والغنى والداد مستمر صح ش راح تسوي إذا عرفت أبو فارس موقوف؟ والله يا جماعة حيرة حيرة؟ والله صدق حيرة صدق بس يا جماعة شوفونا فتحل ندزلها خبر أي نقولها أبو فارس راح يبقى عندنا هذا شلون حكي ابو عصفور بس شلون المره يبقى فكرها يا جماعه يا جماعه لقيتها شنو اقول لكم لقيتها شنو دقيقه انا فارس واقف بدكان ابو اي فروزي فروزي تعال ابني تعال السلام عليكم السلام عليكم تعال يا ولد السلام هلا اقعد ابني اقعد الله بالخير يا بي الفكرة إيه؟ فارس يروح يخابر أمه إيه؟ وشي يسوي يقلد صوت أبوه ويقولها لأمه آني اليوم والجماعة ويانا كلهم معزومين بسهرة ببيت أبو عصفور شلون؟ إيه أسا شو شو حيسوي؟ قوم فارس قوم فارس يلا يا ابني دقوا قلد صوت أبوه أنا بقدر يلا دبرها دبرها أبوه يا دير بالك يلا وليدي اسمع أبو عليك فرجمها حلوان قول لي خابر لي البيت قول لها لأمي أبو فارس حاجيك يبارك أبوي علوان لا ترجم مرحبا عمي عمي أبو فارس يريد خابركم
هلا الله يساعدك. شلونك فروسه؟ شلون الصحة؟ شلون الفرح؟ ها زين؟ يا ابو قرت عينك فروسي. قرت عينك يوم زواجك. من ساعات يا يا ابو شلونك؟ شلون المولود؟ زين توسوا توسوا. يا ابو طلعنا ابو الفوارس. منو؟ طلعنا ابو الفوارس. مو الفوارس؟ ليش تضحك؟ ابو عمي ابو عصفور ابو عصفور دايما شاقيني. ما تعرفي شقاكي؟ يا ابو اليوم راح نسهر بيت ابو عصفور. فرح نتونس شويه. هو عازمنا غنى وصبعتين ورقص وفريان دمه. اشكرك تصبحي على خير. اودع الناس مع السلامه. يا بدبرها. قوي ماكو اكيد عندك غطه. لو وين ناويها؟ نروح لابو النواس نمشي الشط الشط. والتالي؟ التالي نتعب نقعد بقازينو. خوش هالزحلت ابو عقرب. تدري انا عرفت انت اش تقصد واش تعني من اول كلمه نطقت بيها؟ اول بلاوي. إذا تعرف ليش ده تمرمرني؟ ليش ده تشلعب فادي؟ صنع حقك. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو أبو فارس؟ أشو مبدل؟ يعني ما تدنا نتطور؟ عيني أبو فارس. عندي هاي فلوس تودي لي أهل أبو عصفور. وين ألقاه؟ انطيها هو يوديها. يوديها وين ألقاه؟ أنا موحدة بالقهوة. بس هسه صار عندي شغل ما اقدر. عيني وديها انت. بسيطة عيني وديها شكوب يده وخذها وديها. ابدا اقول لك ما اقدر. يا معود اخوي انا ما عندي اي مانع. بس قلت انت تعرف. يا بد اسمح لي. ابو عصفور هسه ذكرت سافر قبل ربع ساعة جدة برقية وسافر عود رجع اليافة كم يوم. خذها وسوي فضل الناس شكوا بيها. اقول لك سافر سافر. شنو يعني سافر؟ مو جاره وصديقه شكوا بيها. خذها. ما اقدر. لا تتدخل انت وديهن عن انت. اخويا براحتك حقك. وديهن بيدي هوايه اوفق. فيما الله اخونا اخو ما زعلت. العفو غاتي العفو. فيما الله غاتي. فيما الله فيما الله. ما تقول لي شنو الخاطر الله لقمة وصلت للحلق ليه تطلعها؟ تبقى غشيم لك مونة كلبك ما تقبل كل غلط. أول بلا مو عربك يعني. ليش أنا غشيم؟ رفضني رح أشاركك بهذه. اتفاعدني علي وعلى أصدقائي. خلصت. جتني معلومات ابو فارس موقف في المركز. صدق. الحق الرجال تعال جيب النفلوس. يلا 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 حقك. لا لا يا معود لا 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 ترى نتقلبش كلي نتقلبش. اسكت يا معود. شو ذاك انا زين قلت لي. شوف اسمع زين منه وغادي اذا مشيت وياي وصادفت هيك قضيه ما تنطق ولا تفك حلقك فهمت؟ صح 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 صار صار. هسه تريد تتمشى لو لا؟ اتمشى صاموت لا موت. لا كلام ولا حكي. امشي.
مرحبا اخونا. مرحبا اخونا. هلا. تريد تربح فلوس بلاش؟ البلاش ما ينحاش. موجود بس انت عليك التتشيلي. التتشيلك؟ التتشيلك شنو يابا؟ يعني اصير لك دنقه؟ اسمع، انا لعب زار وانت عليك اللمه. شلون؟ اول ما تطلب الرقم زوج. اقول الزوج يعني شنو؟ فهمني. يعني مثلا تطلب رقم 10، رقم 8، رقم 4. ايه مرتين راح اخليك تغلب انت والجماعة. شلون؟ اقول انت تلزم زار زين؟ لا، عندي زارين مزحجهن، ذني عتك وذني عالزوج. وبعد من تصير اللمة انت بس تباري. اباري لك؟ اباري لك شلون يابا؟ قلت لك اخليك تكسب مرتين. وبعدين اذا تطلبون زوج يطلع تك، واذا تطلبون تك يطلع زوج. زين، واحنا ايش راح نقبض؟ لك الثلث بس. بس تعب كله علي، ثلث كل الزين. ثلث كل زين. زين صار. اقول وانت وين راح تقعد؟ براس العقل. من تسمعني اصيح تجي حالك حال الجماعة وتلعب وياهم، سوي نفسك ما تعرفني وتذب على الزوج. صار؟ صار. انا قايم قدامك هسا، انا اجي وراك. دير بالك. منو يلعب؟ منو يلعب؟ منو يلعب؟ الدرهم بربع، الربع بدينار، النص بدينارين. منو يلعب؟ الدرهم بربع، الربع بدينار، النص. ربع حتك. احنا ملعبين. كلكم فتشي، كل تطلبون. كلكم تطلبون فد رقم، لو على الزوج لو على التك. ما يصير كل واحد يطلب شكل. يابا دقيقة، اني اطلب وانت طلبوا يا زين. يابا هذا ربع دينار عالزوج. ربع دينار عالزوج. هاي الفلوس هنا حلال عليكم، وهذا زار يفتر. هذا زار يفتر. بعد منو؟ 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 منو بعد؟ منو؟ منو؟ يلا هم يجون، هم يجون. قلبنا زوج. حلال عليكم. هاك هاك. هذا مالي. يلا بعد. هاك هاك. حلال عليكم. يلا يلا عليكم. هسه بربع عتك. يلا دقيقه بابا. يلا بربع عتك. منو بابا الحق قاعد وياي. منو خلي شرباني انتو ذبوا تمام. لا يلا منو يابا هذا نص سيجار هالمره. عز ذبوا فلوسكم. ذبوا عزوج عزوج عزوج. كلكم عزوج عزوج. بعد هذا هو عزوج. هاي
لعبتها. ها طلبنا حلال على الوزير يا امير. والله يا ما راح تقشولوني، ما راح تبقولي شيء. يا بحر شو اخبارك؟ انزل عيني انزل معاك. ها حلال عليك، هذا فلوسك. ها والله حلال عليك. يا بحر هسه هماني مو تمام يا لا هسه يا بحر المره الدينار ونص اني عدتك 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 بعد بعد منو بعد دينارين بعد 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 منو بعد ماكو بعيد لا زيدو هسه هسه عدتك 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 زوج هذا زار زوج عن زوج شو اسوي زار هذا يلا بعد يا انا اقول اني معنى ايه بعد انت كل من يذب بكيفك هذا هو يلا هذا هو مالك. بس كل بس الكل على رقم واحد زين هسه على يمن على يمن عدتك لو عزوج عزوج وين 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 سيرجعك بس يلعب الوزير يلعب الوزير يلعب الوزير يمشي يمشي مخلعتها اليد شمال يلا ما عليكم ما عليكم يلعبوا يلا يلا هذا هسه بالنص عزوج عزوج بعد بعد بالنص عزوج 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 منو بعد بعد منو منو هذا عمي انا مستدرك عمي استدرك انا اصلا عمي لا بدي اتناقش امشي المركز انا مستدرك انا صاحب جهاز والله بتفاز عمي والله ما تشرب يا عم مستدرك المركز انا صاحب عيال عمي يا ابوي والله بدو عمو والله بريء انا عمو بريء عمو والله جيت اتفرج بريء انا بريء انا موعد صاحب جهاز ها كان هسه انت ويا راح كان جرك وياه علوان انت سويت قلبي علوان علوان وايد شكرك إيه؟ علوان يا دوحي هسه ما تقول لي كم مره نصحوك كان هسه على على كلين خلصت هالمره ستريت دوحي بس خاف من الجايات ابتهمت لولا علوان ورطه كان ورطة كبيرة وقعت بيها أشكرك على يعني مرت الأخ ما راح تعيدها ها؟ بعد أبد لك يلا ما يخالف يلا ها هي ها هي لك أشكرك على ها هي يلا إيه إيه رحم الله والديك شو هو هذا راس الدمار بعد بعد إيه كم مرة قلت لك من تكون عرقان لا تقعد قبال هوا يا هوا وهذا طلع هوا اشو مرة جوا خاصرتي مرة بين دفاتي مرة بالفقرات عبالك مبرجمات تبرجم ايه اشو ما كانت هيجي اشو هاي جديدة عليك ايه يا مرة هو اللي يجوز من الميال والزورخانة يصير هالشكل لا ليش هو العمر دا يمشي لو دا يراوي لا بس يجوز من الميال هينوب يتيبس ها اي زعات بعد لا يكفي يلا رحم الله والديك ناوشين التخت مال الشناو شنو ناوشين التخت مال الشناو يا تختم اول لا تروح انت إيه عندك دمار يا دمار روحي لازم دنيا اسوي كل واحده بقد الطابع ترى انا ما علي حذرتك ها ما علي تجيب التخته اخ يا ابي ناوشين اياها يا الله تدرين بالاول كنت اخذ 200 شنو وهسه 250 لا تصنفين علي يا العصفور اديلي شو يلا يا الله الله واحد اثنين لا بعدك على هالاول لا والله العصفور تقوطرت لا تستمر بعد ما بيه اخ اليوم ولا اقدر اطلع للقهوه شلون راح اقدر اطلع شلون ما تطلع مو ابو فارس موقوف ها يا الله طق الدمار تقولين عبالك خياره طقت صلوات هي شلون قمزة عبالك ابن العشرين لا عشرين واحد وعشرين وازيد اقول ابو عصفور نعم انا لازم اسوي لي مرة البيت ام فارس
شلون ترهام؟ مو هم يدرون ابو فارس بايت عندنا من الصبح. ادري بس انا ما راح احكي، المهم لازم امر. هيجي؟ اي زين روح. زين ناوشين هدومي. ايه بلي ايه جناب الدقيق دقيقة بلي ايه ايه اها زين يا بزين زين شكرا بريء 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 والله بريء والله بريء والله بريء يعني سيدي براس العقد زبتهم دا يلعبون زار يعني قمار ما تعرفه ممنوع؟ ها؟ تأمر شي سيدي؟ لحظة انت شو تقول؟ عمي انا كنت مستطرق كنت اتفرج عليهم بس وانكرفت وياهم عمي انا رجال مستور وصاحب جهال عندي اكل لقمتي حلال وصغاري داير مداري عندي تسوى ملك الدنيا جاب لي عزار اصلا الزار انا ما اعرف شنو هو الزار اكيد سيدي لزمتهم لازم يد يا لازم يد سيدي يا لازم يد اصلا انا ما عندي هيك طلابه هذا شو اسمه هو شو يسموه اصلا ما اعرف شو يسموه هذا شنو مالك اني ملاك ملاك بعد ليش شي ايدك وسخه كنت امسح السياره مالتي الجام مالها وسخ كنت امسحها وتمسخت ايدي فتشة شنو هاي ليش شنو والله سيدي هاي اثنين هاي جابن بجيبي هاي منو حطن بجيبي شنو جاب هاي زارات مالتك كنت تلعب بيها اصلا ما ادري منو حطن بجيبي بس صدفه دخلنا بجيبه والله بريء انت ما تدري بريء يعني انت شو تقول سيدي انا كنت امشي وراس الدربونه وشفته هو قاعد يلعب زار قعدت وياهم وغلب نتلدن انا سيدي هو نفسه بالذات هو بعينه اصلا علي سلوم نعم سيدي قبل التوقيف الى حين حضور اوراقكم من حاكم التحقيق سيدي انا ايش علي سيدي والله ما اعرف انا جد مستطرق شنو انا ما اعرف من حط لي بجيبي مستطرق انا شنو صاحب جهال والله راح اتخطى معقول ابو فارس يسوي هيك شيء تدري مسعود وداعتك وداعت اولادي انا البارحه اكثر من ساعتين ما نمت واذن الفجر يلا غمضتين احسب وافكر مره اقول ما معقول ومره اقول قابل كل الناس ضد ابو فارس زين ليش مو عليك ليش مو علي ليش مو على واحد من الجماعه لا وكثرة أبو شفيق زين مرة مرتين حتى تفوق أشوفوك فوق مثل المطر ورجال الفلوس كلها راحت شنو حتى يدور الستر تعالي روح حبس عطل لا تحمل وما تنازل على كل أبو طلعات راح يفوزها وإحنا ما نوقف ونتفرج لا العدنا والما عدنا نخليه تحت تصرف أبو فارس إلى أن نشوف القضية وين توصل تمام مسعود ترى أبو فارس ابن محلتنا وأخونا وفضل علينا كلنا ويا ما يا ما وقفنا وما خلى ما خلى واحد من عدنا يحتار لو ينهضم من شيء أبو شفيق صايتي وصور مايتي خليها قدامكم يعني هذا الشيء ما ادري شنو شنو مسعود شنو هالبكي يا معود حيفي عليك حيفي عليك ابو شفيق انا ابكي واقول ابو فارس بعمره ما شايف هيك طلعي وبعمره ما خاش مركز بس ليش هيك صارت ليش والله على كل مسعود الانسان تمر عليه مصايب ونوايب ومرات بيها غرائب وعجائب ايه لكن بالحقيقه تظهر بالتالي وبعدين ما ينظم شيء شلون قضيت ليلتك ابو فارس شلون صافو راضي رافض طامع صابر مسكين
مش شايف هيجي شيء. والله اللي محيرني وحدة من اثنين، لو الناس على غلط لو أبو فارس عدى الغلط. لا أبو شفيق لا، أبو فارس نعرفه ونعرف تصرفاته ونعرف أخلاقه، لكن لو تجمع الناس يصيرون حقيقة وما تعرف وين الصدوق مجد. أقول عندك؟ إيش عندي؟ خذ دينار. لا غاتي لا. قوم يا أبا قوم. نعيم قوم. نعم الله عليك. هاي شنو؟ خيرا. أشو جيتي تيتي مثل ما رحت جيتي. شكو أبو شفيق مو ما زينتني صدوق؟ والله يا أبو فارس ما خلانا لا بال ولا فكرنا راح. هلا هلا ابو مرحبا. هلا ومرحبا. ليش هلا هلا ليش هيك يا ابو رؤوف؟ ليش استعجلت اخويا؟ ليش قل لي ابو فارس غريب عنك؟ مو نكر كل شيء يا ابو طلعت، عبالي زي تلاطف بعدين دقت بالعظم نكرني النوب. ابو رؤوف عيوني ايش تتصور ابو فارس اخذهم منك؟ اي بس قلت ولد تهماني، بالعكس اني هوايه احترمه وغريب خاطره. شوف هسه الأريدة منك تجي وياي وتتنازل عن الدعوة. بس يقبلون؟ طبعا تقول انا قبضت فلوسي. اقول حتى لو ما تنطوني ولا فلس ولا واحد دحج بوجهي. هسه هل اخذت تتصل بينا؟ بيا؟ بابا عصفور؟ بابا شوقي؟ بمسعود؟ استعجلت وراح اسجل الدعوة بالعجل. صارت استعجلت. هسه شلون ابو طلعت؟ تجي وياي تتنازل عن الدعوة، وإذا ما صارت نطلع أبو فارس بكفالة. حاضراني. يلا. توكل بالله. أقول إيش قد هي الفلوس؟ هسه مو وقتها. لا أنا أعتقد 100 دينار. بس ترى إذا تلح علي 2000. تعال ابني رديف. تعال اقعد بمكان إذا روح ويا عمك أبو طلعت للمركز وأجي. بارك الله فيك. شوف المر على أبو عصفور نازله ونروح للمركز. إيه صار يلا تفضل. بيها نلعب. العب؟ اي ايش تلعب؟ هسه انا اقول لك هاي الحامض حلوهايه مالتك وهاي الحامض حلوهايه مالتي. زين اذا وكر طير على مالتك انت تربح، واذا وكر طير على مالتي انا اربح. بكيفك من ربع دينار من نص من دينار ما يهم. يعني تلعب قمار؟ لا تسلى. تتسلى؟ ايه قضي وقت. تجوكني هنا حتى تلعب وياي الظاهر. اقول انت منو قال لك اني العب وتسلى؟ ها منو فهمك علي؟ منو دلك؟ منو حاجاك؟ من اللي قال لك تجي يمي وتقول لي ذا السلة؟ ما فارس انت متأكدة نفس اللي حاكانه هو ابو فارس؟ شنو العد اني غشيمة ما اعرف صوته؟
لعد وينه؟ يمكن منك راح للمحل. مو معقوله ما يسويها. ليش ما يسويها؟ شكوى علي. يعني على الاقل كان سال علي. وليش يسال عليك؟ لعد احنا شنو هنا؟ سكراب؟ لو طابوقات نايمه؟ والله ما ادري. شنو ما تدري؟ شنو هالحكي البايخ؟ هذا مو بايخ ام فارس. ابو سعاد ما يجي صبر اذا ما يشوفني دقيقه، ما يقدر ما يتحمل. ليله ونص لها فاتن وما شافني، الصاير بحاله ما ادري. صدق عيني صدق، لان انت ست الحسن. خب اعترفتي، قريتي ذيها، قلتيها بلسانك، ست الحسن ونص. ذبي ذبي العلج من حلقك من عابة هالحلق. احنا بيا حال، بس منين تجي؟ الغيره مو وجهي اصفر. صايره نوميه اللي كله مدى انام واحرق بروحي حرق. اسكت لاني اقدر على هيك عايقه ملوقه. انا سوات يا خايبه. مكافي على الجدل يا ام سعد، مكافي على الجدل. يا شلون هاش مكافي الجدل؟ انا وامك بدنا نحكي عن انت ايش دخلك قمت تدافع بالعجل؟ احنا نسوالف بيناتنا انت شنو؟ فارس ابو البيت، من يغيب ابوه هو ابو بيتنا ووالينا. اسم الله قطع السور على ابو سعاد. اسم الله علي عيني سور سليمان. بعد ما راح بعد طيب عيني حطيتي له ورث من هسه. شوفوا شلون خششت هالقيمه. ترى اني ما اسمح لك بهي التصرف ابدا. لزمتني البارد. ايه خفت كنت ارجع. هاي بعد ما اقدر. هاي عيني ما عاد علوجه. فوت فوت. تعال ابني تعال. عوفه اتركها ابني فارس. هيا تشتري الطلبه بفلس. تعال يوم تراني لازم اتفاهم ويا ابويا من يجي، وما لازم يبقى البيت بهالشكل. اسمع ام سعاد تراني مو جاهل. شفتي؟ ايه خذ اقول لك ده يقول اني رجال مزوجي يما مجتمع فراس. كافي مزوجي شخص ما مني وقاعد. كافي لا صلنا فين وتحكي. عوفيها عوفيها. امشي 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 عوفيها عوفيها تركيها. أنا إذا ما أتخرج وأخذ الشهادة بإيدي، أنا شي يجيبني على هيك شي. الله يخليك. لا شنو يما؟ يما مو البارحة أنا يعني ماكو من خابرت هيك. وقلدت صوت أبويا. أنت؟ إي. ليش يما؟ مو على مود يعني أبويا هيك ماكو شي، بس ترى أبويا موقوف. موقوف؟ إي. شو مسوي؟ لا ناهب سالم شو مسوي؟ يما كل شي ما مسوي، بس مو عامي أبو عصفور. قال لي خابرها لامك على مود يعني شويه تلفظت. لا حد هسه هو وين؟ هو بالمركز غير، بس ماكو شيء راح يطلع ماكو شيء. سود علي جيب عباتي خلي اروح اشوف. عباتي خلي اروح اشوف شنو القضيه. هاي شاكو؟ هيك ماكو شيء. خير ان شاء الله وفرحي انت. هاي مسوي لك طلابه ودقه؟ قاعده تدق بعلك هالخاتون. شوف شلون؟ فيها يا يوم وفيها. بعد هاي اكيد له حكايه على ابو فارس. خلي اروح اشوف شكو. عيني دا انتظر حاكي ابو عصفور. صح لي يا رجال. تدري اذا الزمه تدري شو يسوي بي؟ شنو الفايده؟ معزل معلوم يدري بنفسه مصويتش. يكربس الناس بالتهايم. ما تدري شلون حربه من شكل يتلون يتقلب لك. داد رسول انت تدري من كان يجي هنا شو يسوي؟ انت ابو عصفور اذا مس الزحمه عليك تدري شو يسوي؟ شو يسوي؟ ذاك السلام الحار على ابو فارس. تالي متالي يوقف بالمركز ويطلب توقيفه لابو فارس. تدري اذا الزمه وانام على اخواني اطلعها الروحه؟ لا إيه؟ اني ما اسوي كل شيء. شلون؟ اقول له بدي اسالك سؤال واحد بس. شو السؤال مثلا؟ اقول له شو تعال هنا يمي. وقف اني ما تدري. مو انت مو انت. اقول له تتصور ابو فارس إيه؟ عنده هيك كلاوات؟ تتصور ابو فارس يعتدي عليك ويبوقك وينكر وينكر وما يتنازل؟ واللي هو غشيم عن ابو فارس. ليش ما يعرف لابو فارس؟ بس بشر يعني. البشر شو تقول له؟ علوان علوان هذا وين راح؟ ما تقول لي وين راح؟ من وين؟ ها اي انا علوان. ها عمي ابو عصفور يعني
صدق صدق ابشرهم كلهم اقول لهم هسه صدق ما ابشرهم كلهم كلهم قاعدين ينتظرون اسرع اطلع يا جماعه يا جماعه شكو عمي ابو فارس راح يطلع عمي ابو فارس راح يطلع دوحي مسعود بس عادي معوي فارس راح يطلع اترك روح تشوقي خليجي هو وفرختك هسه عالم بس الخبر اكيد هسه هسه عمي منو قال لك عمي ابو عصفور هسه غافلني مسعود هم نفسك ابني هم نفسك قول يا ابو شفيق ابو شفيق وهذا وين صار ياهو ابا يا ابا روح اتنعزل لا كان غير وكسه ها وين راح على خير امس مطر دي بس عاد وين العاد وينك ابو فارس وينك السلام عليكم هلا ابو فارس ابو فارس هلا بك هلا 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 ابو فارس يا هلا ابو فارس شلون صحتك يا ابي هاتي يلا شلون سويت لنا جوه والله شو تسوي له دير عندنا قمار يقول اذا نتسلج يا حبيبي ايش بدك ايش اسوي بقى هيك بس خفايف حضره المعاون اكو بعد اجراءات اخرى لو هاي هي يعني ابو فارس صار لنا لا لكم وكل الهلا بيكم شكرا عيني الف شكر ابو راوي العفو غاتي ترى انا هواي متاسف العفو عيني يلا عيني يا ابا ان شاء الله نعود عليكم بالخير لو السامعين يلا عيني انت المحل مقلوبه يا بعدنا نرفع الزحمه شكرا عيني بما الله يلا عيني يلا تفضل عصفور يا ابو هاي المزيكا لابو فارس طلع من التوقيف والله توني شفته بعيني تربوت اللي خده يشتري قالو بالو من جسوم البقاع يعني انت شفتي بعيونك بهاي عيوني الاثنين يعني بتربوت اللي يا جماعه الوج واقفين احنا ناخذ المزيكا ونروح يلا صدوا المزيكا صار شنو؟ من نفسك وياك من نفسك. هسه روح اشوف شنو القضية. الله يبارك فيك يا واحد المحلة. نورت المحلة اليوم ابو فارس. شفت يا با يوم واحد توقفت كل اهل المحله ما يريدون يشوفوني ولا يهمك ابو الفوارس وينكم مزيقه ركضوا وراها ابو فارس الحمد لله على السلامه الحمد لله على السلامه ابو فارس شلونك شلونك ام سعاد شلوني عيني على الدرب قاعده وتاني هسه يجي بعد شويه يجي وطول النهار ولا تحركت منا لهنا وهي طول النهار تكرز بالحاب وتتمضحك ولا كأنما والعلج بحلقها وابنها سوت بيا هي وابنها ابو فارس يا ساي وقتها يا ام سعاد ليش مو وقتها لعبوا بيا طوبه هي وابنها ابو فارس شافوني الوالي ماكو على راسي ابو فارس هلا وياك الحمد لله على السلامه هلا وياك هلا بشمعه البيت ليش هيكي ليش هيكي ام فارس ليش خير يا ليش تعلكين وتدقين اصبعتين وتغنين وتكرجين فستق وحب وبندق فارس ليش هيكي ليش فرحانه تغنين وتعلكين مصيبتي ابو فارس ليش ليش ابو فارس كان فد مره طشيتي بوهليه كان طشيتي بوهليه على توقيفي هذا حظي تعالي يا شمعه البيت تعالي
كشف الغش دقوا مزيقا. احذر يا عين التقليد شابني فوق الجيت احذر يا عين التقليد لا 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 تريد اوصافي يا ابو قلب الصافي لا 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 تريد اوصافي يا ابو قلب الصافي شاملي فوق الجيت احذر يا عين التقليد شاملي فوق الجيت احذر يا عين التقليد نين تراني ودافي نين تراني ودافي نين تراني ودافي يا ابو فارس وينك فارس الفوا خليني بيدك وايس خليني بيدك وا سبحة وسل الحيران سبحة وسل الحيران سبحة وسل الحيران يا جاي مرق ضقته صيف وشتا تحملته يا جاي مرق ضقته صيف وشتا تحملته تالير فيك بعده شربت صبوغ مريان شربت صبوغ مريان شربت صبوغ ابو فارس انجل شربت صبوغ مريان شربت صبوغ مريان شربت